بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كثير من الناس يتساءل أين الجنة التي وعد الله عباده المتقين؟ هل هي في السماء؟ هل ستكون على الأرض؟ هل هي في كوكب في الفضاء؟ أين هي؟ الله تعالى يقول جنة عرضها السماوات والأرض. إذن الجنة أكبر من الأرض بكثير. طيب، أنا لدي آية اليوم، أحببت أن أتوقف معكم ونتأمل ونتدبر هذه الآية، لأن الله أمرنا فعل أمر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا لم تتدبر كلام الله عز وجل فأنت مقفل القلب، إياك أن تجعل قلبك مقفلا أمام كلام الله. الذي يفتح قلبك هو التدبر، التدبر هو الفهم والتأمل، وأن تخشع مع هذا الكلام، وأن تتصور رحمة الله، وأن تتخيل وتعيش الموقف الذي يحدثك الله عنه يوم القيامة. أيها الأحبة، بعد أن يدخل الكفار إلى النار والعياذ بالله، ويدخل المؤمنون الجنة، نسأل الله أن نكون جميعا منهم، ماذا يقول المؤمن؟ ماذا سنقول يوم القيامة؟ ماذا أول كلمة سنقولها بعد أن ندخل هذه الجنة؟ وقالوا الحمد لله. لذلك أخي الحبيب، القرآن عندما بدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم بماذا؟ أول آية بعد البسملة ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. جعل لك عنوانا في الدنيا هو الحمد لله، وهذا العنوان سيكون هو بداية كلامك في الجنة إن شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. طيب، نحن نعلم أن الجنة في السماء، لماذا قال تعالى وأورثنا الأرض؟ دققوا أيها الأحبة، يوم القيامة لن تكون هذه الأرض كما هي، لأن هذه الأرض فانية وكل من عليها فان. الموت موجود في كل خلية من خلايا جسدنا أيها الأحبة، كل خلية لها عمر محدد. العلماء عندما حاولوا إطالة عمر الخلية تحولت إلى خلية سرطانية، وبالنتيجة ماتت. كل خلية خلق الله من هذه 100 تريليون خلية في جسدك أيها الإنسان، لها برنامج ولها نظام عمل ولها نظام للموت، يسمى الموت المبرمج للخلية. اقرأوا عنه، الموت المبرمج للخلية. الخلية خلقت لتموت، الكائنات خلقت لتموت، كلنا سيموت وسنبعث يوم القيامة بشكل جديد وقوانين جديدة وجلد جديد ونظر مختلف. فبصرك اليوم حديد، يوم القيامة سترى الملائكة، سترى الجن، في الدنيا لا تستطيع. يوم القيامة لا يوجد شيء اسمه بكتيريا وفيروسات وأمراض، لا يوجد مرض، لا يوجد شمس وظهر وعصر ومثلا ليل ونهار، لا. إما عذاب دائم في نار جهنم السوداء، فهي سوداء مظلمة، وإما نعيم دائم في جنة عرضها السماوات والأرض. فيوم القيامة أيها الأحبة سوف يبدل الله هذه الأرض ويبدل السماوات. التبديل هنا ليس فقط تغيير الشكل، بل تغيير القوانين التي تحكم هذه الكائنات التي سيبعثها الله من جديد بقوانين جديدة ليس فيها موت. ما الذي يجعل الخلية تموت؟ أنها هي مبرمجة لتموت. يوم القيامة الخلية لا تموت أيها الأحبة، الجلد لا يموت، يحترق ثم ينضج من جديد. في جهنم لا يوجد موت، لا يموت فيها ولا يحيا، وأهل الجنة لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى،
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ليس لا يوجد موت، قوانين الموت تتوقف، إذن ليس لديك أي أمل يوم القيامة، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو إلى والعياذ بالله نار سوداء مظلمة، فاختر لنفسك المصير. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، كأن الله يريد أن يقول لك إذا أردت أن يكون هذا كلامك في الجنة فأكثر منه في الدنيا. دائما اجعل لسانك يقول الحمد لله بشكل دائم. الذي صدقنا وعده، المؤمن ينتظر وعد الله، يثق بالله عز وجل، بينما نجد الملحد في ذلك الوقت كئيب حزين، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أبصارهم خاشعة، وجوههم مسودة والعياذ بالله، مصير أسود. طب لماذا تضع نفسك في هذا المصير؟ يعني ما الفائدة يعني؟ يا أخي على الأقل انتفع بمعلومات القرآن. القرآن كتاب يأمرك بالطهارة والحب والرحمة والتسامح مع الناس. هذا الكتاب العظيم يأمرك أن تخشع لله وتستفيد من فوائد الخشوع. يأمرك أن تحسن للوالدين وهو شيء جيد. يأمرك أن ترحم الناس. يأمرك أن تقول للناس الكلام الطيب. كل الأوامر فيها خير. ينهاك عن الخمر لأنه يضر بك، ينهاك عن الزنا خوفا عليك من الأمراض المنقولة جنسيا، ينهاك عن الربا لأنه يدمر الاقتصاد، وهكذا. أيها الأحبة، هذا هو الإسلام ببساطة، دين الفطرة يتفق مع النفس. طيب تترك هذه الفوائد المادية، يعني فوائد مادية، الصيام له فوائد يتحدث العلماء عنها في الغرب اليوم، كل يوم هناك دراسات تؤكد أن الصيام يعالج السرطان، يعالج السكري، يعالج الاضطرابات النفسية حتى. طيب تترك كل هذه الفوائد وتذهب إلى الإلحاد؟ طيب ما هو الثمن في الدنيا؟ لا شيء، خسارة وأمراض واكتئاب، وربما تنتهي حياتك بالانتحار. طيب يوم القيامة يجب أن نصدق وعد الله عز وجل. أحبتي في الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. تخيلوا ذلك الموقف عندما تقفون، وتخيل نفسك أنك تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأورثنا الأرض، طيب لماذا الأرض لم يقل السماء؟ لأن الله سبحانه وتعالى سوف يبدل الله يوم القيامة هذه الأرض بأرض أخرى، والسماء بسماء أخرى، وتكون الجنة في هذه الأرض وعبر السماء، سيكون الكون كله عبارة عن جنة، بينما جهنم هي مكان عليهم نار مؤصدة مغلقة، تغلق أبوابها جحيم وظلام وعذاب وذل، هذه هي نار جهنم، وضيقة. نار جهنم ضيقة أيها الأحبة، ليست واسعة مثل الجنة. إذن الجنة أيها الأحبة ستشمل الأرض والسماء، وربما كواكب، ربما هناك أماكن لا يعلمها إلا الله، لأن الله وعد عباده بجنة عرضها السماوات والأرض. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. إذن الأرض هذه التي يتفاخر المتكبرون اليوم أنهم يمتلكون أجزاء منها، هذه ستكون للمؤمنين يوم القيامة، وسيحصرون في جهنم. هؤلاء المتكبرون ستكون جهنم ضيق عليهم يوم القيامة، إذا لم يتوبوا طبعا إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الهداية لجميع البشر. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
فإذا أيها الأحبة، الجنة ثمنها بسيط جدا، أن تؤمن بالله، أن تفعل كل ما ينفعك، بس باختصار كل شيء فيه منفعة لك حقيقية ويقينية افعله. هذا هو الإسلام أيها الأحبة، يعني هذه قاعدة أنا وجدتها صحيحة في كل أوامر القرآن. الطب الحديث يثبت فوائد الصيام، إذا صم وتستفيد طبيا ونفسيا. العلم الحديث أثبت الأضرار الكبيرة لشرب الخمر، يسبب 7 أنواع من السرطان، اترك الخمر. العلم الحديث أثبت فوائد الزواج وأضرار الشذوذ الجنسي وأضرار الزنا، إذن عليك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الزواج. العلم الحديث أثبت أن الميسر والقمار لها مفعول يشبه المخدرات على الدماغ. أثبت أن مشاهدة المقاطع الإباحية له تأثير يشبه تأثير المخدرات على الدماغ أيضا. إذن ابتعد عن الفاحشة، ابتعد عن النظر إلى هذه المقاطع، ابتعد عن الميسر والقمار. طيب إذن القرآن جاء لمصلحتك أيها الإنسان. طيب مصلحتي في الدنيا مع القرآن، ومصلحتي في الآخرة مع القرآن. حتى لو كنت تعتقد أنه ليس هناك آخرة، هذا الكتاب يضمن لك السعادة في الدنيا على الأقل، يعني على الأقل تكون سعيدا في الدنيا. لذلك أيها الأحبة، هذه الآية يعني يجب أن نقرأها، وكل واحد منا يتخيل نفسه في ذلك الموقف أنه سيعيش هذه اللحظات الرائعة. طبعا يوم القيامة لا يوجد زمن ولا يوجد لحظات ولا يوجد فترة ولا مدة خالدين فيها أبدا، طبعا إلى ما لا نهاية. يجب أن تتخيل ذلك اليوم وتتخيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وسوف تشعر بسعادة. والله لو امتلكت الدنيا كلها، امتلكت هذه الدنيا كلها، لا تشعر ولا بجزء بسيط من هذه السعادة التي تشعر بها عندما تستيقن أنك ستقول هذا الكلام إن شاء الله في الجنة يوم القيامة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين والحمد لله رب العالمين.